قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا هشام عن حفصه عن الرباب الضبيه عن سلمان بن عامر الضبي انه قال اذا افطر احدكم فليفطر على تمر فان لم يجد فليفطر على الماء فان الماء طهور قال هشام وحدثني عاصم الاحول ان حفصه رفعته الى النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سفيان بن عيينه عن عاصمين عن حفصه عن الرباب عن عمها سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليفطر على تمر فان لم يجد فليفطر على ماء فانه طهور وعالغلام الغلام عقيقته فاميت عنه الاذى واريق عنه دما والصدقه على ذي القرابه ثمتان صدقه وصله قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن عون عن حفصه بنت سيرين عن الرباب بنت صليع عن سلمان بن عامر الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقه على المسكين صدقه وهي على ذي القرابه اثنتان صله وصدقه قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصمين الاحول عن حفصه عن الرباب أم الرائح أبنة سليع عن سلمان بن عامر الضبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. قال: حدثنا محمد بن جعفر وابن نمير قال: حدثنا هشام ويزيد قال: أخبرنا هشام عن حفصة ابنة سيرين عن سلمان بن عامر الضبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن نمير أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يزيد بن هارون سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام عقيقته فأهريق عنه دما وأميت عنه الأذى حفنه شيم قال اخبرنا يونس عن ابن سيرين عن سلمان بن عامر الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقته فاريق عنه دما واميت عنه الاذى قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا عاصم عن حفصه عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افطر احدكم فليفطر على تمر فان لم يجد فليفطر على ماء فانه طهور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشام عن حفصة ابنة سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر بماء فإن الماء طهور ولا مع الغلام عقيقته عنه دما وأميت عنه الأذى وقال الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحيم اثنتان صلة وصدقة حثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن حفصة عن سلمان بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصدقة على المسكين صدقة والصدقة على ذي الرحيم اثنتان صدقة وصلة حسن يحيى بن سعيد عن هشامين قال حدثتني حفصه عن سلمان بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام عقيقته فاهضيق عنه دما واميت عنه الاذى قال سمعته يقول صدقتك على المسكين صدقه وهي على ذي الرحيم ثمتني صدقه وصله حثنا محمد بن أبي عدي عن أبن عون عن حفصة بنت سيرين عن أم الرائح أبنة سليع عن سلمان بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على المسكين صدقة وإنها على ذي الرحيم إثنتان إنها صدقة وصلة حدثنا عفان حدثنا حماد يعني ابن سلمة قال أخبرنا أيوب وحبيب ويونس وقتادة عن محمد بن سيرين عن سلمان بن عامر الضبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الغلام عقيقته فأهريق عنه دما وأميت عنه الأذى حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عاصم عن حفصة عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد تمرا فليفطر على ماء فإنه له طهور حدثنا يونس قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن سلمان بن عامر لم يذكر أيوب النبي صلى الله عليه وسلم وهشام عن محمد عن سلمان رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الغلام عقيقة فأهريق عنه دما وأميت عنه الأذى حدثنا يونس قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب وقتادة عن محمد بن سيرين عن سلمان بن عامر الضبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الغلام عقيقته فأهريق عنه دما وأميت عنه الأذى قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن عون وسعيد عن محمد بن سيرين عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مع الغلام عقيقته فأريق عنه الدم وأميت عنه الأذى قال وكان ابن سيرين يقول إن لم تكن إماطة الأذى حلق الرأس فلا أدري ما هو حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن ابن سيرين عن سلمان بن عامر الضبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مع الغلام عقيقته فأهريق عنه الدم وأميت عنه الأذى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصمين عن حفصة عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من وجد تمرا فليفطر عليه فان لم يجد تمرا فليفطر على الماء فان الماء طهور